الجزائر تقرر التوقف عن إمداد المغرب بالغاز. كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة أن الجزائر قررت التوقف عن إمداد المغرب بالغاز عبر خط الأنابيب المغاربية الأوروبية اعتبارا من الأول من نوفمبر، وستواصل إمداد إسبانيا بالغاز من خلال خط الأنابيب من غاز تحت البحر والذي تبلغ طاقته السنوية 8 مليارات متر مكعب ولا يمر عبر الأراضي المغربية. وذكر مصدر بشركة سونتراك الجزائرية للنفط والغاز المملوكة للدولة إن اتفاق التوريد مع المغرب لن يجري تجديده، مشيرة إلى أن الجزائر ستواصل إمداد إسبانيا بالغاز من خلال خط الأنابيب من غاز تحت البحر والذي تبلغ طاقته السنوية 8 مليارات متر مكعب ولا يمر عبر الأراضي المغربية، حيث يربط خط الأنابيب البالغ طاقتها 13.5 مليار متر مكعب سنويا الجزائر بإسبانيا.